فكري مع فكرة، حياتنا نعيشها بالآمال، ونرسم حلمنا البكرة، نسافر رحلة الأيام نحقق فرحة يحمي ولا يهدد. من وراء حسم 2020. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة حسم 2020، والتي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. بدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات الهجومية لمراكز قيادة العدو، وذلك تزامنا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ. كما نفذت الوحدات البحرية عددا من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية الغير نمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة، مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري. كما نفذت مجموعة من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على متن حاملة المروحيات من طراز مسترال. بالإضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطح، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل، مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة حسم 2020. الجيش المصري يحمي ولا يهدد. الفريق محمد فريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد إحدى مراحل المناورة التي نفذتها القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. إنها مصر يا سادة، إنه الجيش المصري الذي لا يعتدي لكنه يحمي البلاد. فهنيئا لأهل مصر بجيش مصر، وهنيئا لجيش مصر بشعب مصر. اعلموا جميعا أن الله حاميها وسيسخر لها من يحميها. الآن أرادوا أن يشغلوا مصر بأمور داخلية وأمور وصراع حدودي حتى ترجع مصر وتكن مثل ما حدث الحال في معظم البلدان العربية، لكن القيادة المصرية والجيش المصري بل والشعب المصري فهم الدرس وعلم أن الكل يريد إسقاط مصر، لكن هيهات هيهات. إن مصر بفضل الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا جل وعلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه المناورة رسالة إلى من يهمه الأمر، هذه المناورة مع الارتكاز الاستراتيجي الغربي مع الحدود الليبية. وما أدراك ما ليبيا؟ حفظ الله ليبيا
وحفظ الله كل البلدان العربية. إنها رسالة تطمئن الشعب المصري بفضل الله، ثم بفضل جيش قوي يحمي ولا يهدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه وأن يرفع رايتها. إلا أنني ما زلت أقول وأكرر، يا للعجب حينما نسمع أن أحقر شعب هو من يساعد أحد أن يحتل بلاده، نابليون بونابرت. لذلك أقول لكل حاقد، أقول لكل حاسد، أقول لكل من كان لمصر كاره، ما الثمن الذي قبض؟ أي عقل تدعي وأي إيمان تقول إنه لا يكره مصر إلا فاقد لعقله أو لخلل في دينه أو فاقدا لثمنه؟ رأيت خلال الأسابيع الماضية كثير ممن يتحدث وهو يحمل الجنسية المصرية وكأنه تركي أبا جد، يا للعجب. ثم أقول للجميع، لماذا تريدون إسقاط مصر؟ والله أعلم أن الإنسان وارد أن يختلف مع حاكم، أن يختلف مع مسؤول، أن يختلف مع شخص ما، لكن أن يكون خلافه مع بلده، مسقط رأسه، من عاش فيها أجداده، من أكل من خيرها أولاده، كل من كانت مصر يوما مظلة له، لما يكرهها؟ أتعجب، كل إنسان يفتخر حتى بفريق كرة قدم، مع احترامي للرياضة والرياضيين. أكثر البلدان تتباهى بأن لديها منتخب كرة قدم قوي، فلما لا نفتخر بجيش قوي؟ أعلم أن مصر أعطت العالم كله درسا قاسيا حينما استطاعت أن تعيد بناء الجيش المصري في وقت كان الكل يتساءل، لا نرى طعاما وقد نفقد ماء، وها هي الأسلحة تأتي سلاح بعد سلاح، تلك غواصة وهذه طائرات وهذه معسكرات تبنى، ما السبب؟ بل وصل بالبعض أن يقول لما لا توفر هذه الأموال ويأكل بها الشعب؟ بالله عليك يا من قلت هذا يوما، لو أخذت الدولة بتفكيرك وكل هذه الأموال أنفقناها على الطعام وعلى الشراب وعلى الترفيه، كيف كان موقفنا الآن؟ أجب، كن عندك الجرأة أن تعاتب نفسك، يا من كنت في يوم من الأيام تلوم على القيادة العسكرية والقيادة السياسية أنها تأتي بهذا السلاح. ما نراه الآن على شاشة التلفاز وهذا العرض الذي يشهده العالم يجعل الإنسان يفتخر أنني مصري، لو لن أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. هذا هو الجيش المصري الذي يبعث برسالة إلى العالم كله أننا ما اعتدينا يوما لكننا نحمي بلادنا. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود مرة ثانية. مع القادة في كل مجال ندرس فكر مع فكرة حياتنا. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، دائما وأبدا التحديات لابد وأن تكون الدول مستعدة لها. على مر العصور ستجد ما من دولة إلا ولها تحديات، ومصر مرت بتحديات كثيرة وكبيرة خاصة في هذه الفترة العصيبة. معنا على الهواء مباشرة سيادة العميد أركان حرب حمدي حسين همام، الحاصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية، حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان، حاصل على دبلوم موارد بشرية وبكالوريوس تجارة وماجستير في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد، كما أنه رجل درس أو دراسته في الدكتوراه حاليا في تأثير الربيع العربي على الأمن القومي المصري، والباحث في العلوم السياسية. سيادة العميد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. أسعدتني وشرفتني. احنا اللي سعداء بيك وبالقناة بتاعت حضرتك. سيادة العميد، يمكن ما فيش دولة إلا وفي مراحل معينة لها تحديات،
إسقاطا على مصر. في كل رئيس أتى إلى مصر كانت له تحديات وصعوبات، لكن أرى في هذا الزمان كثير من التحديات التي واجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تنظر إلى هذا الأمر حضرتك؟ وحضرتك في حقيقة ثابتة دي في تاريخ كل المجتمعات الإنسانية، هي أن القائد الاستثنائي اللي هو القائد اللي عنده قدرات خاصة هو اللي بيقدر ياخد على عاتقه مسؤولية. يعني قائد استثنائي في ظرف استثنائي. بالظبط كده. تمام. بالظبط كده، قائد استثنائي في ظرف استثنائي يقدر ياخد على عاتقه مسؤولية تصحيح إخفاقات من قبله وتحقيق إنجازات ضخمة من شأنها إحداث نجاح فارق وبعد شاملة لم تكن تتحقق إلا بواحد زيه. تمام. ولا يوجد في التاريخ البشري طبعا كله أمة ولا شعب سجل نجاح إنساني أو إنجاز حضاري إلا مع وجود قائد ناجح وطموح بالبلدي كده قائد استثنائي. تمام. وده طبعا الأمثلة موجودة في التاريخ كتير، زي مثلا الإمبراطور الياباني الميجي والبطرس الأكبر في روسيا القطاعية وفريدريك الأول في ألمانيا وماو تسونج في الصين. حتى في العصر الحديث بتاع مصر نجد النهضة الصناعية العظيمة بتاع محمد علي. تمام. أيوة، والنهضة اللي عملها برضو القائد الاستثنائي جمال عبد الناصر. تمام. برضو استثنائي وفاز. وطبعا القراية الدقيقة الغير مبالغ فيها للواقع الإقليمي والدولي اللي بيحيط بمصر بنجد ان هناك بعض التحديات التي تؤثر على الامن القومي المصري، وده مرتبط طبعا بتصاعد واهميه الدور المصري مع وجود بعض الاطراف. تمام. اللي بتحاول تحد من هذا الدور وتحد من تنامي الدور المصري وتحاول استهدافه. اكثر التحديات سياده اللواء، اكثر التحديات اللي حضرتك شايفها او الصعوبات التي واجهت مصر تحديدا في هذا الزمن. هو انا قبل ما لو اذنت لي يعني اتفضل مع حضرتك، انا عايز انوع على ان الفتره من 53 لحد دلوقتي. تمام. تولى مصر تسع رؤساء فيهم خمسه، فيهم خمسه كانوا في فترات انتقاليه ولمده قصيره زي محمد نجيب وزكريا محي الدين وانتهاء ب وصوفة ابو طالب وعدل منصور ومحمد مرسي حتى الفتره الانتقاليه. تمام. كان فترته محدودة، لكن في أربع رؤساء رئيسيين تولوا مصر. أنا عشان أنا بجيب المثل ده ليه؟ علشان أوري لحضرتك حجم التحديات اللي بيواجهها الرئيس السيسي دلوقتي مقارنة بحجم التحديات اللي كانت موجودة منذ 52 لما كمال عبد الناصر لحد الآن. طبعاً طب سيادة لو خدناهم واحد كده مع بعض، لو قلنا الزعيم جمال عبد الناصر، ايه التحديات اللي كانت فوقته؟ هقول لحضرتك خد بالك في تحديات، في تحدي رئيسي مشترك بين كل الرؤساء اللي هو التحدي التنمية الاقتصادية. ده تنمية. تمام. مفيش رئيس يجي الا لما بيواجه هذا التحدي. تمام. في الرؤساء كلهم في بقى بيختلف بقى من رئيس للتاني في تحديات جديده تخش، يعني مثلا الرئيس عبد الناصر قعد في الحكم 16 سنه من 54 ل 70. تمام. اول تحدي كان بيقابله اللي هو قضيه الاستعمار، عايز يخلص قضيه الاستعمار والجذور والديون بتاعته دي علشان يبدا يشتغل. تمام. وده خرج منه بسرعه بالتفاف الشعب المصري حواليه، هو اللي ساعده. تمام. ان يحقق اللي هو عايزه. ركز بعد كده في التحدي الثاني اللي هو التنميه اللي احنا بنقول عليه بقى ده مع كل رئيس دوله. تمام. فقام بقى ببناء السد العالي وانشاء المصانع والقانون اصلاح الزراعه ومجانيه التعليم والحديد والصلب، وبنى جيش مصري قوي جدا، حقق نجاحات في الخطه الخمسيه الاولى والثانيه بتاعته، حقق نتائج هائله. تمام. الى ان جاءت هزيمه يونيو 67. هنا لما جت 67 بقى ظهر له تحدي جديد، تحدي ثاني اللي هو إعادة بناء القوات المسلحة من أول وجديد، ورد الأرض، ثم تحرير أرض المحتلة. تمام. بعد كده يجي دور الرئيس أنور السادات. تمام. أنور السادات قعد 11 سنة من 70 ل 81. تمام. كان التحدي الأولاني بتاعه اللي هو تحرير الأرض المحتلة، وده كان هدف. تمام. وده حققه بحاجتين، ودي تدل على عبقرية السادات. الحاجة الأولانية اللي هو الجناح العسكري اللي هو قام بحرب 73، حرك القضية
ثم بالدبلوماسية اللي هو بقى دخل في مفاوضات السلام وجاب كل شبر المصري جاب. تمام. ده كان التحدي الأول. ثم بعد كده دخل في قضية التنمية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي. الرئيس حسني مبارك قعد 30 سنة من 81 ل 2011 قبله تحدي التنمية الاقتصادية، ثم التحدي الثاني هو الإرهاب، وده كان إرهاب محلي في التسعينات وقدر أنه يسيطر عليه. تمام. يبقى الرؤساء الثلاثة اللي فاتوا يعني تحدي اثنين حاجات بسيطة. نيجي بقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة 6 سنين من 2014 وفترة الولاية الثانية لحد الآن قابلته حجم تحديات غير مسبوقة وخطيرة جدا، ليس على الأمن القومي بس بل على سيادة الدولة المصرية بذاتها. تمام. الست تحديات يعني هو قابله حوالي 6 تحديات اللي نقدر نرصدهم. أول تحدي قبله هو انهيار أو تهديد بقاء الدولة المصرية. تهديد بقاء الدولة المصرية. لأن فترة حكم الإخوان كادت أن تعصف بوجود الدولة المصرية. تمام. وهدي لحضرتك مثال، مؤتمر نصرة سوريا اللي انعقد في استاد القاهرة في 15 يونيو 13. تمام. ده طبعا حضروا بقى الجماعات الإرهابية والظواهري يعني طبعا كان لو كان استمر الوضع ده بالمنظر ده كده كان هيبقى شكل مصر ايه. طبعا حط بالاضافه بقى الوضع الاقتصادي في اسوأ، كان في اسوأ حالاته، والانقسام اللي بيضرب في الشعب المصري واللي على وشك حرب اهليه وبوادر ظهور ميليشيات مسلحه تريد تنصيب نفسها بدلا من مؤسسات الدوله، واصبحت مؤسسات الدوله ذات نفسها بتتلقى التوجيهات من مكتب الارشاد وخلاف وخلاف وخلاف. ده التحدي الاول. ده التحدي الاول، تهديد بقاء الدوله المصريه. بالظبط كده. والرئيس السيسي بصراحه كان سريع جدا 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 في معالجه هذا التحدي، وكان اشتغل على تثبيت قواعد الدوله المصريه. تمام. اللي هو بقى طبعا قاري المشهد، فابتدى بحكم طبعا خبرته في المخابرات وخبرته في القوات المسلحه، فكان الموضوع التهديدات بالنسبه له واضح وضوح الشمس، فاشتغل اول حاجه دعم عمود الخيمه بتاع مصر اللي هو طور السلاح المصري كله، اشتغل عليه من اول ما تولى الرئاسه، ويمكن حتى لما كان هو وزير الدفاع كان بيشتغل على هذا الملف. ويمكن سيادتي لو كانت ناس كتير بتتساءل يعني احنا وضعنا الاقتصادي كان ضعيف، ازاي نشتري الاسلحه دي كلها؟ انا عايز اقول لحضرتك الناس خلال السنة الاولى والثانية من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا الناس معذورة غير مدركة. تمام. للموضوع كانوا بيقولوا التسليح ده بيجيبه ليه؟ يعني هو بيجيب مسترال ليه؟ 2 حاملة طائرات ليه؟ بيجيب دفاع جوي ليه؟ بيجيب طيارات ليه؟ يعني احنا بنقول طب افرض ما كانش عنده الرؤية دي النهارده كان الحال ايه في التهديد اللي في الجانب الغرب اللي هو بيهدد مصر النهارده؟ كان موقفنا صعب. كان الوضع ايه؟ كان موقفنا صعب. طبعا كنا لسه هنعمل بقى صفقات سلاح وكده، لا كان هيبقى موضوع صعب جدا. التحدي الثاني سيادة اللواء؟ التحدي الثاني اللي هو بقى شبه الانهيار الاقتصادي او التنميه الاقتصاديه او القضيه دي التنميه. طبعا من اول الربيع العربي 2011 تضاعفت المشاكل الاقتصاديه المصريه عده مرات، وده ظهر لما وصل سعر الدولار ل 20 جنيه وانخفاض احتياط النقد الاجنبي ل 15 مليار دولار في 2013، وازمه الكهرباء والطرق وهروب رؤوس الاموال للخارج وتراجع التدفقات النقديه وانتشار الفساد والتضخم والبطاله وزياده الواردات وتراجع الصادرات إلخ. إنما شوف النهاردة أنا أقول لحضرتك رقمين، في نهاية مارس السنة اللي فاتت 2019 وصل لاحتياط النقد المصري 52 مليار دولار. 52 مليار الاندبندت العربية بتاريخ 11 أبريل 2019 52 مليار دولار. وحاليا ست العميد. نعم. حاليا في نهاية يونيو اللي هو أول سبعة ده وصل 38.2 مليار دولار. تمام. والتراجع ده بسبب الظروف الاقتصادية اللي مرت بها العالم كله. ولا والمشاكل اللي مرت بها مصر، يعني عجلة الإنتاج في مصر توقفت توقف تام، والمشاكل اللي حصلت
واعمال الارهاب اللي تدخل يعني حاجات وازمه كورونا يعني. والدنيا كلها على مستوى العالم طبعا طبعا. التحدي الثالث سياده العميد هو تهديد الحدود المصريه الاربعه لاول مره في توقيت واحد، وده ما حصلش قبل كده. تمام. وده تحدي جديد بقى ما كانش موجود في الرؤساء اللي قبل كده. تمام. لان طبعا هنيجي ناخد بقى اتجاه الشمال الشرقي والبحر المتوسط، طبعا ده ظهر فيه الغاز، وطبعا ظهرت البلطجه التركيه، وطبعا لمصر بتسعى الى استغلال ثرواتها من الغاز لتحويل المنطقه عشان تكون مركز اقليمي للطاقه. تمام. فطبعا اردوغان يعني الراجل حظه بقى ملوش نصيب في الغاز في البحر المتوسط، فبقى بيمارس بقى عايز يخش بقى في المياه اليونانيه والقبرصيه والليبيه في محاوله لسرقه ثروات شعوب تلك الدول وتهديد المصالح المصريه، وده اللي بيخليه يعزز الصراع الداخلي في ليبيا، يعني مش بيسعى للمصالحه ولكن هو بيسعى لتأجيج الصراع الداخلي في ليبيا علشان يقدر يتواجد. طبعا الاتجاه الثاني اللي هو الشمال الشرقي، طبعا في الجانب الاخر ده موجود باستمرار، زاد الارهاب في سيناء بقى يعني بالاضافه التحدي الرابع اللي هو الارهاب في سيناء سياده العميد. لا ده حضرتك ده احنا في التحدي الثالث اللي هو الاتجاهات الاستراتيجيه، احنا عندنا اربع اتجاهات استراتيجيه. المشكله مع الاتجاه الشمالي. تمام. نعم تمام مع حضرتك. الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي ده في طبعا الجانب الاخر، وفي الارهاب في سيناء. طبعا الارهاب في سيناء ده كان اول مره يخش، ما تعرضلوش طبعا الرؤساء السابقين. الاتجاه الجنوبي طبعا السودان طبعا، وفي الجنوب ده الاتجاه الاستراتيجي الثالث، طبعا ده كان حكم البشير كان موالي للاخوان، فده خلاه يعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه اعطاء تسهيلات لاردوغان لاقامه قاعده عسكريه في جزيره السواكن السودانيه. تمام. وطبعا دي كانت هتعمل مشاكل معانا. الحاجه الثانيه ان هو كان على مسافه قريبه من اثيوبيا عن مصر، فعمل سد النهضه على حساب المصالح المصريه. تمام. لانهم وعدوه بتصدير هيدوا له كهرباء وكده، وده خلاه يرفض التنسيق مع مصر لبلورق موقف مصري سوداني واضح يتم تقديمه للمجتمع الدولي والاقليمي والمحلي يساهم في حل القضية، إلا أنه طبعا ده ما حصلش في عقد المفاوضات. طبعا عندنا برضو التهديد الإرهابي المحتمل في البحر الأحمر، يعني احنا عندنا الحوثيين مثلا دول لو قاموا بتنفيذ أي عملية في باب المندب هتعمل مشكلة، وعندنا طبعا التواجد التركي في الصومال وده بيمثل تهديد بالممر الملاحي اللي طبعا هيؤدي لقناة السويس اللي هو حياة شريان حياة اقتصادية لمصر طبعا مشكلة. يبقى كده سياده العميد، بس براجع بس مع حضرتك عشان المتابعين معانا، التهديد الاول بقاء الدوله المصريه، التهديد أيوة. الثاني الاقتصاد، التهديد أيوة. الثالث اللي هو الحدود الاربعه بتاعت مصر كان فيها مشاكل، التهديد الرابع بقى قبل ما اختم مع حضرتك عشان اكتمل الصوره معايا. طب هنخش بقى في التحدي الرابع او التهديد الرابع اللي هو نهر النيل، وده بيمثل شريان حياه لمصر. تمام. وده طبعا ما حصلش من 7000 سنه، وده مشكله. التحدي الخامس اللي هو الارهاب الدولي والارهاب المحلي. تمام. طبعا احنا ملاحظين دلوقتي ان في ارهاب دولي عندنا، منظمات ممنهجه ومموله ومدعمه من عده دول خارجيه كلنا نعرفها. في بقى التحدي السادس بقى اللي هو الارهاب الاعلامي الدولي، وهو بيرصد كل تصرفات للرئيس السيسي، وده طبعا ما فيش اي رئيس دوله قبل هذا التحدي. سياده العميد الاستاذ احمد بيبو رئيس التحرير بيقول لحضرتك المعلومات دي احنا عايزين حلقه، مش هينفع اتصال تليفوني، معلومات قيمه لابد ان تظهر للنور، لابد الشعب المصري يعرف قد ايه التحديات اللي كانت بتمر بيها مصر. سياده العميد لو كلمه من حضرتك اخيره للشعب المصري قبل ما اختم مع حضرتك. شكرا. أنا بقول للشعب المصري، من مواطن مصري كنت في صفوف القوات المسلحة والآن في المجال المدني، بقول لهم التفوا حوالين القيادة السياسية، هو ده التفافكم حوالين القيادة السياسية هو السلاح الرئيسي اللي هيكسر مشكلة سد النهضة، اللي هيكسر مشكلة ليبيا، اللي هيكسر مشكلة المتوسط، اللي هيكسر مشكلة البحر، وهو ده اللي هيرفع مصر. شكرا سيادة العميد حمدي حسين همام على هذه المداخلة القيمة، شكرا لحضرتك. يمكن مشاهدينا الكرام تحديات ذكرها سيادة العميد، أربع تحديات
كل تحدي كفيل أن يسقي الدولة، لكن بفضل الله ثم بفضل العقول المصرية والمخلصين من أهل مصر أراد الله سبحانه وتعالى أن ترجع مصر مرة ثانية. معنا على الهواء مباشرة الأستاذة سارة من السويس. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذة سارة، اتفضلي حضرتك. لو سمحت أنا مش هتكلم على موضوع الحلقة، أنا هتكلم عن مأساة أو تقدر تقول معاناة أو قهر من شباب نيابة الإدارية قرار 260. أكيد حضرتك عندك علم بالموضوع لأني برنامج حضرتك سمح لنا قبل كده إن احنا نتكلم عن الموضوع ده، وممكن تكون حضرتك متابع موضوعنا وقد ايه احنا عانينا وقد ايه احنا اتقهرنا وقد ايه الظلم اللي احنا شفناه في الموضوع ده، مع ان لينا حق حضرتك من 3 سنين. تمام. يا فندم احنا من 2016 كان في مسابقه اتقدم ليها 70,000 شاب، احنا قدمنا زينا زي اي حد. اللي هي النيابه الاداريه، مسابقه النيابه. نعم. الاداريه، النيابه الاداريه، قرار 260. تمام. بعد حضرتك ما قدمنا ومعاناه وسفر واكتر من اختبار، وزاره التربيه والتعليم اشرفت على امتحاننا، وزاره العدل امتحاناتنا التحريري، وزاره التربيه والتعليم لاول مره مسابقه وزاره التربيه والتعليم تمتحنها التحريري، ووزاره العدل والمقابله كانت امتحان الشفوي والمقابله كانت لوزاره العدل، امتحاننا اكتر من اختبار، معاناه سفر من جميع المحافظات. في الاخر بعد انتظار طويل نزل قرار التعيين في 2017. قرار التعيين يا فندم نزل خلاص، احنا بقى كل واحد رتب حياته على الشغل ده، نزل لنا قرار تعييننا وتمام، نزلته الصفحه الرسميه للنيابه الاداريه وخلاص رتبنا حياتنا، اللي عنده شغل سابه، اللي ما كانش بيشتغل قال خلاص ده حياتي هتتبني وخلاص، اللي رمى حياته على الموضوع ده. فوجئنا يا فندم ان فجاه المستشار رشيده فتح الله سحبت النتيجه بدون وجه حق. احنا معانا حق، انت ليه سحبت النتيجه استاذه ساره؟ استاذه ساره بس عشان نعم يا فندم، عشان تعبي بس، انت الاول جالكوا قرار تعيين صح؟ جالنا يا فندم قرار تعيين وخلاص احنا نزلنا. طيب ماشي، بالراحه بس شويه عشان لو حد متابعنا يكون عارف الموضوع ماشي ازاي. اتفضل يا فندم. جالكوا قرار تعيين وتم الغاء القرار. تم الغاء القرار بدون وجه حق. ماشي. انتوا رفعتوا قضايا حد علمي وانتوا ناس متابعين؟ ما احنا يا فندم قالوا لنا الاول، ما احنا ما رفعناش قضيه اول ما القرار اتسحب. احنا الاول المستشار رشيده فتح الله قالت لنا احنا بنفحص النتيجه، قلنا خلاص تمام، احنا ناس داخلين بامتيازات وناس داخلين تمام، يعني عادي تتفحص النتيجه، تتفحص. تمام. 15 يوم بالكثير والنتيجه تتفحص. تمام. اذا نفاجئ ان بعد 15 يوم، بعد كام يوم الله اعلم قد ايه، ناس غيرنا داخلين اتعينوا مكاننا. شفت حضرتكم الظلم اللي احنا اتعرضنا له؟ في ناس غيركم اتعينوا؟ ناس يا فندم غيرنا اتعينوا مكاننا، مسابقه غيرنا، مسابقه كانت مسابقه 2015 مالهاش علاقه بينا. تمام. اخذوا درجاتنا الوظيفيه وتعينوا بيها. ده اول ظلم اتعرضنا له من 2017. رحنا للهيئه، قابلنا كذا حد قال لنا والله المستشار محمد سمير حتى طلع على الهوا في برنامج وقال اللي ليه شايف انه ليه حق يروح المحكمه، المحكمه مفتوحه لليوم حق. تمام. رحنا المحكمه رفعنا قضيه، سنتين يا فندم معاناه يا فندم من جميع المحافظات، بننزل للمحاكم، سفر، فلوس سفر، فلوس للمحاميين، واحنا معانا حق واخدين قرار تعيين، المفروض ما نروحش نرفع، بس القضاء نصفنا وادانا حكم بعد سنتين معاناه يا فندم في المحكمه، غير سنه منتظرين النتيجه، غير سنه بعد ما نزلت النتيجه. كل ده رحنا اخذنا حكم باحقيتنا في التعيين. يعني المحكمه انصفتكم كده؟ المحكمه انصفتنا وادتنا حكم باحقيتنا في التعيين. ايه اللي حصل بعدها؟ اللي حصل بعدها يا فندم اللي احنا كاي حد، احنا دلوقتي رايحين بنقدم مصوغات الصيغه التنفيذيه بتاعتنا فين؟ في هيئه النيابه الاداريه اللي هي بتنصف المفروض المظلوم. تمام. واللي هو في المفروض وزاره العدل. رحنا المحامي بتاعنا واحنا رحنا قدمنا الصيغه التنفيذيه على امل ان احنا خلاص هنقدم الصيغه يخلصوا لنا ورقنا هنروح نستلم، زي ما المستشار اما جه ادانا الحكم قال وباستلامهم عملهم، حكمنا فيه كده يا فندم، رجوعهم الى عملهم والغاء القرار اللي لغى مسابقه النتيجه بتاعتنا. رحنا يا فندم قدمنا مصوغات التعيين، شهر يقولوا لنا احنا بنخلص التحريات، روح اسالوا في الاقسام، كل اللي يروح يسال في اقسام واللي هنا واللي هنا، خلاص يا جماعه خلصت التحريات، خلاص درجاتكم توفرت، خلاص بننزل كل شويه الشهر اكتر من مره نروح نسال،
كل مرة بكلمة يا فندم، كل مرة بكلمة. وآخر حاجة يا سارة وصلتوا لها إيه؟ آخر حاجة، آخر حاجة إحنا نزلنا، إحنا مش بنعمل مظاهرات، إحنا رايحين نسأل على حكمنا، إحنا ناس معانا حق، معانا حكم. رحنا آخر مرة سألنا اتعاملوا معانا معاملة إن إحنا يعني مش عارفة أقول، إحنا ناس اتظلمنا واتقهرنا لمدة 3 سنين، 3 سنين واخدين مننا حقنا. رحنا نسأل عشان كان المرة اللي قبليها قالوا لنا أنتوا أصلا تعتبروا خالصين وخلاص الموضوع قرب، كل مرة بكلمة وما بيحصلش حاجة. رحنا يا فندم دخلنا رئيس الهيئة ما رضيش يقابلنا خالص، أنا مش هنزل لحد، أنا مش هقابل حد. خرجوا لنا أمن الهيئة، وأمن الهيئة قال إن رئيس الجمهورية قال لرئيس الهيئة عصام بن منشاوي أنت وشأنك، يعني عاوز تعينهم عينهم، ده الكلام اللي وصل لنا يا فندم منهم. تمام. طيب إزاي حضرتك أما أنت رئيس الجمهورية يا عصام بيه مش عاوز تنفذ اوامره؟ ولو الكلام ده بالصح ورئيس الجمهوريه ما قالش كده، احنا ناس معانا احكام، ناس معانا حق. انا من خلال برنامج سياده. استفسار بس صغير، هو انتوا المجموعه اللي كان من كام يوم كده عند الهيئه؟ ايوه يا فندم، احنا المجموعه اللي كنا عند الهيئه من كام يوم، وكل الايام مش من كام يوم بس يا فندم. استاذه ساره، طب انا بس هكتفي كده بالموضوع ده. يا ريت بس كنتوا تتواصل مع الاستاذه ساره نعرف بس الموضوع، ولو في اي فيديوهات او اي حاجه او اي حد عايز يعلق يكون اللقاء القادم عشان بس وقتنا النهارده ان شاء الله. معانا الدكتور فارس عمران، على المستوى الشخصي يعني اخ وحبيب ودايما وابدا بتعلم منه كتير جدا. هو استاذ القانون والدستوري والدكتور فارس والنظم السياسيه، وهو مستشار سابق بمجلس الشعب. معالي الدكتور السلام عليكم. والله دكتورنا العزيز وحشني والله. والله سيادتك اكتر، وانا اللي بتعلم منك يا دكتور. الله يعزك. دكتور فارس انا هكلمك بعد الهوا على مشكله كانت معايا من شويه بخصوص المسابقات، مش هتكلم فيها على الهوا لان فيها كلام جديد وحاجات كتيره، هستشيرك بس بعد الهوا. خليني بس في موضوع النهارده، احنا عندنا مجلس الشيوخ ان شاء الله الشهر القادم بدايه مجلس الشيوخ بعد فتره طويله بعد الثوره. بما ان حضرتك استاذ قانون ومحاضر دولي ومستشار ومستشار اصلا بمجلس الشعب المصري سابقا، كيف ترى هذه الانتخابات وما هي الجدوى منها؟ بدايه احنا لازم نعطي لمجلس الشيوخ اهميته الحقيقيه، لان مجلس الشيوخ هو الغرفه الثانيه داخل السلطه التشريعيه، وهي غرفه مهمه جدا. تمام. وخلينا نأكد على أن التاريخ البرلماني بيؤكد أن احنا مشينا بازدواجية في الغرف من سنة 52 تقريبا، يعني مجلس الأمة، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مجلس الشعب ومجلس الشورى وهكذا، مجلس شورى القوانين ومجلس النواب. وبرضو الدول العظمى زي أمريكا عندها الغرفتين موجودين، فاحنا وعندنا في انجلترا وفرنسا الجمعيه الوطنيه ومجلس النواب وهكذا. لكن جت فتره اقتصاديه على مصر كانت يعني صعبه شويه، اضطرتنا ان احنا نلغي مجلس الشورى. تمام. اذا الغاء مجلس الشورى ما كانش لانه غير اهميه، لا بالعكس هو مهم ولا زال مهم، لكن الدور الأساسي لمجلس الشيوخ حاليا بالمسمى الجديد خلفا لمجلس الشورى هو الدور البحثي. الدور البحثي. الدور البحثي. تمام. لكن طبعا هو في التعديلات اللي تمت على دستور 2014 في سنة 2019 واستحدث فيها مجلس الشيوخ، أضيف لي يعني شيء من الرقابة بسيط جدا، يعني كان في البداية الدور الأساسي لمجلس الشورى اللي هو مجلس الشيوخ حاليا هو الدور البحثي. ليه؟ لان احنا بنعاني قوي يا دكتور رمضان من سلق القوانين زي ما بتسمى، يعني تمام. احنا ما ينفعش ابدا دوله بحجم مصر توضع لها قوانين بين يوم وليله، لابد ان هي تبنى على ابحاث ودراسات متعمقه. صحيح عندنا مراكز بحثيه وعندنا هيئات بحثيه وعندنا يعني وزاره البحث العلمي موجوده، ولكن مجلس الشورى ومجلس الشيوخ هو الجهة المعنية بالأساس بالبحث السياسي الاجتماعي الاقتصادي المتعمق داخل المجتمع المصري. دكتور معلش المقاطعة يا دكتور. تفضل. هل بالإمكان أن مجلس الشيوخ عندنا لو تأسس تأسيس وتم الاختيار وانتخاب من يستحق أن يكون عندنا أي وزير يحب يمشي يجي الوزير الثاني يكمل على اللي بدأه الأول،
ومجلس الشيوخ يمشيه زي ما هو خطه مرسومه؟ واولا خلينا ناكد يا دكتور رمضان ان مجلس الوزراء كله غير مسؤول امام مجلس الشيوخ، يعني مجلس الشيوخ لا يملك ان يسحب الثقه لا من رئيس الوزراء ولا اي من وزير من وزراء مصر. تمام، فدي حته مهمه جدا، اللي يملك كده مجلس النواب بضوابط معينه. تمام. لكن انت لمست جزئيه يا دكتور، ان احنا للاسف احنا شغلنا شغل شخصي. الدكتور رمضان مشي، جه فارس عمران مكانه للاسف بيشتغل بفكر فارس عمران. فاحنا لما نبص للدول الكبيره فعلا بتشتغل بشكل مؤسسي، لكن احنا بنامل زي ما اتفضلت سيادتك معايا. ايوه قولوا معاك يا دكتور، قولوا معاك. معاك يا دكتور. بنامل ان احنا الدور اللي فعلا اللي يسند لمجلس الشيوخ وفقا للدستور ووفقا لقانون مجلس الشيوخ ان هو يتولى، اولا هو المهمه الاساسيه بتاعته دعم والتأسيس والتسنيد لثورتي الثورتين، بحيث ان احنا اي حاجه تقويهم ان احنا نشتغل عليها. الحاجه الثانيه ان احنا نعمل الابحاث بتاعتنا في المجال الاقتصادي عشان تطلع علينا قوانين اقتصاديه قويه، نعمل ابحاث في المجال الاجتماعي عشان تطلع قوانين اجتماعيه قويه، وهكذا. لكن خليني اتطرق لجزئيه ثانيه يا دكتور. اتفضل يا دكتور، اتفضل يا دكتور. اللي هي موضوع ازاي بتختار الاحزاب المرشحين سواء على المستوى الفردي او على مستوى القائمه. تمام. والشيء الاهم ما مدى ملائمه الدوائر او تقسيمات الدوائر لانتخابات مجلس الشيوخ. تمام. يفترض يا صديقي العزيز مجلس بحجم واهميه وقيمه مجلس الشيوخ ان يكون الاختيار موضوعي، لانه حتى من اسمه مجلس الشيوخ ليس المقصود بالشيوخ هنا السن ولكن الخبره، لابد ان يتم اختيار أعضاء أو المرشحين لمجلس الشيوخ على أساس الخبرة، ليست الخبرة القانونية فقط، الخبرة الاقتصادية، الخبرة الاجتماعية، الخبرة السياسية. عشان كده يا دكتور خلوا أقل مؤهل بكالوريوس مؤهل عالي أو لصنص. بالظبط، بالعكس انا كنت اتمنى ان هو طبعا الخبره مش 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 قاصره فقط على المؤهلات، في ناس فعلا ما عندهاش مؤهلات لكن عندها حنكه وخبره قويه جدا. انا الحقيقه انا مش عاوز إن إن, ان 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 كلام الشارع يصدق وان الاحزاب بتكون بتختار مرشحيها على اساس اللي بيدفع، لا انا مش عاوز الكلام ده يصدق. انا الحقيقه أتمنى أن يكون الهاجس الأساسي للأحزاب في اختيار مرشحيها سواء على مستوى القائمة أو على مستوى الفردي هو مدى قدرتي على خدمة البلد، لأن بلدنا فعلا خاصة في الفترة اللي احنا فيها محتاجة لكل إيد تدعم، لكل فكر يدعم، محتاجين فعلا الخبرات. ويمكن يا دكتور فارس أنت ضربت على وتر حساس جدا، وأتمنى من السيد الرئيس والحكومة المصرية وخاصة وزارة الداخلية أن تعلن للجميع أنها على الحياد مع كل المرشحين، وإذا كان هناك مرشح عليه أي علامات استفهام يتم استبعاده. أما من دخل الماراثون يأخذ حقه تماما بتمام زي المنافس. برافو عليك يا دكتور، وده فعلا ده الكلام اللي اتفضلت بيه لا يقل أهمية عن الكلام اللي أنا بتكلم فيه. طيب تعالى للجزئية الثانية، لأن أنا عارف إن الوقت اللي أنتم مخصصين لي قليل. هو الوقت عدى، بس الدكتور فارس يعرف مكانته عندي أنا، فأنا مع حضرتك. ربنا يعزك يا دكتور. الجزئيه الثانيه هي هل التقسيمه بتاع الدوائر الكبيره قوي لانتخابات مجلس الشيوخ ملائمه؟ انا اعتقد انها غير ملائمه لثلاث اسباب يا دكتور. اتفضل يا دكتور رمضان. اتفضل يا دكتور. السبب الاول يا صديقي العزيز ان هذه الانتخابات يفترض انها انتخابات مباشره، معنى مباشره ان الناخب يعلم بيقين من الذي سينتخبه. طب بالله عليك، يعني مثلا على المستوى الفردي في محافظه زي محافظه الجيزه، هل الناخب في الواحات يعلم المرشح في مركز تطفيح؟ مستحيل. لا صعب. يبقى احنا كده اصبحنا بنفرغ الانتخابات من حقيقتها فعلا. كمان انت لما تبص على القوائم تلاقيك مقسم الجمهوريه كلها اربع دوائر، ودي خلت انا من وجهه نظري طبعا ان انا بعتبر ان الدوائر بتقسيماتها سواء على المستوى الفردي او القائمه لمجلس الشيوخ تجعلنا ليس امام انتخابات حقيقيه، وانما يعني امام اوضاع مختلفه، قد يكون للمال السياسي دور كبير، قد يكون للتحزبات دور اكبر. تمام. لكن لن يستطيع الناخب البسيط ان يصل الى النائب الحقيقي له. تمام. دكتور فارس عمران، شاكر لحضرتك على هذه المداخله، معلومات قيمة، ملاحظات يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار. مساحة واتساع رقعة الناخب اللي هو على المحافظة بالكامل، بل في القائمة لبعض المحافظات مع بعض،
المال السياسي يجب أن لا يكون، كل مؤسسات الدولة يجب أن تكون على الحياد، لابد أن يخرج لنا مجلس شيوخ يعبر عن مصر في 2020 وعن مكانة مصر. ثم أقول لكل إنسان على أرض مصر الطيبة، احذر من يسمون أنفسهم مفاتيح انتخابية، والله يقول لك شد الصوت في صوتك لفلان إلا هو قابض الثمن. معنا على الهواء مباشرة الأستاذة نهى أحمد، إحدى الحاصلات على حكم استلام العمل في قرار 260. السلام عليكم يا أستاذة نهى. وعليكم السلام، إزاي حضرتك يا أستاذ رمضان؟ أهلا بيك، أهلا بحضرتك. أنا بكلم حضرتك بخصوص مسابقة النيابة كتب رابع. إحنا واخدين أحكام من 27/4 اللي فات، بقالنا سنة وست شهور أهوت، الحكم ما اتنفذش. للأسف إن إحنا روحنا السبت اللي فات اللي هو 4/7 عند النيابة، كنا بنسأل على الأحكام بتاعتنا. رئيس هيئة النيابة الإدارية فكر إن إحنا رايحين نعمل مظاهرة أو وقفة احتجاجية. تمام. وبعد جاب لنا الشرطة والداخلية، وإحنا بنسأل على الأحكام لأن طبعًا إحنا 600 حكم، طبيعي إن يبقى موجود معايا بدل العدد 100 و200، أنا ماليش دعوة طبعًا. العدد كله كام يا أستاذة نهى؟ إحنا 600. على مستوى الجمهورية؟ على مستوى الجمهورية حضرتك. عدد قليل مش عدد كبير. ما عدد كبير، بس احنا اصلا القرار كان فيه 1500، احنا اتصفينا على 600. تمام. طبيعي ان انا اما اروح اسال على حكم هيبقى معايا عدد. بالفعل الداخليه جت وفكرت ان احنا بنعمل تظاهر، واتقبض على مجموعه مننا وانا كنت معاهم، ولما رحنا القسم واتفهم وضعنا وان احنا معانا احكام وان احنا جايين نسال على الاحكام لان احنا مسلمينا من شهر 4 السنه اللي فاتت، يعني تم الافراج عننا وعن المجموعه اللي كانت معايا وعن الناس اللي اعتقلت كلها. انا بس بكلم حضرتك لان قنوات الاخوان او قنوات الخرفان زي ما بيتقال عليهم جابت الموضوع بشكل مشوه، جايبه الفيديوهات بتاعتنا اللي على الصفحه اللي احنا بنناشد فيها رئيس الجمهوريه ان هو يساعدنا ويقف معانا، ان هي احنا كده بنتحدى او بنبقى في وضع مفهوم غلط. طبعا حضرتك عارف ان هم بيحرفوا اي حاجه وبيتكلموا في اي حاجه. استاذه نهى بس عشان انا ما عنديش معلومات كافيه، ويمكن كانت معايا الاستاذه ساره من السويس، ولما جت حابه تتكلم في الجزئيه دي انا اجلت الكلام الاسبوع القادم، عايز اتثبت. ولكن طالما حضرتك ملمه بالموضوع اسالك كده اسئله. اللي اتقبض عليهم حد ما زال مقبوض عليه حتى اللحظه ولا تم افراج عن الجميع؟ كلنا كنا 12 خرجنا من القسم ومفيش اي حد فينا حصل له اي حاجه. اذا ما يذاع في القنوات المغرضه غير صحيح ان تم بالزبط. القبض واعتقال بالظبط. يعني السيد مأمور القسم تاني اكتوبر تكرم، ولما فهم وضعنا وفهم ان احنا احكام وان احنا ناس محترمة افرج عننا من القسم وما حصلش اي حاجة. القناة جايبة عكس كده خالص، جايبة ان في ناس تم اعتقالها، محدش تم اعتقال، احنا خرجنا في نفس الوقت. يعني اذا ما يقال عن اعتقال كل من متواجد امام الهيئة غير صحيح؟ لا غير صحيح. انا طبعا بشكرك، ولكن المتابعين معايا بالنسبه لهذا الامر النيابه الاداريه، اتمنى بس ان نلم الموضوع كله. يعني استاذن معاك، اتفضلي بس اتفضلي. انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه بانه يتدخل ويحل مشكلتنا. رئيس الهيئه بلغ عننا غلط للداخليه عن موظفين على قوه النيابه، المفروض ان هو ما يعملش كده مع موظف بحكم القانون يعتبر على قوته. ده أول حاجة. تاني حاجة، إحنا كل مناشدتنا للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إن هو يتدخل ويحل لنا مشكلتنا، هو متبني قضايا الشباب، متبني الشباب. 2020 إن شاء الله هتبقى عام الشباب، فإحنا بنقول له يا ريس إحنا ولادك، إحنا بنناشدك إن أنت تساعدنا، مش عايزين أي حد يستغل القضية بتاعتنا ولا يشوه البلد. إحنا كل كلامنا وكل فيديوهاتنا على الصفحة بتاعتنا بنناشد فيها رئيس الجمهورية إن هو يساعدنا نستلم شغلنا بالأحكام اللي إحنا حاصلين عليها لا أكتر ولا أقل. ومتشكرة لحضرتك إنك أتحت لي الفرصة أفهم الموضوع أو أوضح الأمور كلها، ومتشكرة جدا للبرنامج. طيب شكرا أستاذة نهى. طبعا مناشدة للسيد رئيس الجمهورية، يعني العدد كله 600 واحد اللي هم خاصين بالنيابة الإدارية، عدد قليل. وأتمنى كل المسابقات مش دي بس، الشباب طموح، والشباب حتى قبل الانتخابات كنا بنوعدهم إن شاء الله ينزلوا انتخابات ويتم التعيين، وناس تعبت في مسابقة عملتها الدولة، دفعوا مصروفات وإن كانت قليلة، لكن تخلص الأوراق وشهادة ميلاد وبطاقة وسفر وامتحانات أخذوها، أخذ منهم وقت، خاصة في مشكلة إنسانية أوي. كان لما ناس منهم قدمت كان سنها تحت الأربعين سنة، والموضوع طبعا له 4 سنوات، اللي عدى الأربعين سنة يقدم فين دلوقتي حاليا؟ أتمنى من رئاسة الجمهورية، أتمنى من السيد رئيس الوزراء، أتمنى من السيد وزير العدل وزير المالية أن يناقش هذا الأمر. دول أبنائنا، خاصة بعض القنوات التي تسيء إلى مصر
ولما بتلاقي حاجة تبرزه على عكس حقيقتها. لما أعلنوا، أنا عن نفسي كنت خلال الأسبوع الماضي أسمع أن في اعتقالات، ولكن كانت الحلقة عندي مرتبة ومعدة مسبقا، فكان على أمل الأسبوع القادم إن شاء الله أناقش هذا الملف. وعشان كده بطلب من كل من كان لديه مستند أو أمر بخصوص النيابة الإدارية أو أي مسابقة يتواصل معنا خلال الأسبوع ده بحد أقصى يوم الخميس، ويكون عندنا حلقة الأسبوع القادم نرد فيها على هذه القنوات التي دأبت دائما وأبدا على أن تظهر صورة سيئة لمصر. أحيانا وانت ببيتك ابنك مع أخواته يعلى صوته، ليس معنى هذا أنك تطرد ابنك من البيت، وليس معنى هذا أن الابن عايز يهد البيت. دول أبنائنا ودول عندهم حقوق ولابد أن الدولة تنظر إليهم، لكن حتى وإن ذهبوا إلى الاسم، إيه المشكلة في كده؟ لماذا يزع على كل الفضائيات الخاصة بهم تم الاعتقال؟ ويمكن الأستاذة نهى أحمد أكدت ولا معتقل، راحوا الاسم أخذوا إجراء ثم خرجوا. فأنا أناقش، أنا عايز برضو العقل كمان يا جماعة المسؤولين في الدولة، دول شباب لازم أن نحتويهم، أبناء مصر، إن لم تحتويهم مصر من يحتويهم؟ الأسبوع القادم إن شاء الله أحاول أن أنا أجمع معلومات عن هذا الأمر ونعرض صورة لطلب شباب أراد أن يأخذ حقه بأدب واحترام، ليست مظاهرات وليست أمور كما يصورها البعض، لا هم ذهبوا ليسألوا عن السؤال. للأمانة الملف ده كان المفروض يفتح معي الأسبوع القادم، لكن بما أن هذه الاتصالات جت في نفس السياق هنكملها إن شاء الله الأسبوع القادم. حفظ الله مصر وأهلها، حفظ الله مصر وشعبها، حفظ الله مصر وجيشها، حفظ الله مصر وأمنها، حفظ الله مصر ومن أحبها. اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل إنسان محب لمصر أن يسعد بنصر مصر، وأن تجعل يا رب كل إنسان حاقد وكاره لمصر أن تزيده سوءا إلى سوءه، وأن تجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. إلى أن ألتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعدة في كل مجال ندرس فكر مع فكرة، حياتنا نعيشها بالآمال ونرسم حلمنا البكرة، نسافر رحلة الأيام نحقق فرحة الأحلام. مع القادة في كل مجال ندرس فكر مع فكرة، حياتنا نعيشها بالآمال.